معقول طبعا العمارة العالية جدا يكون سرعتها منخفضة ولا العمارة المنخفضة جدا يكون سرعتها عالية، ما لهاش معنى، بده يكون في efficiency، في كرايتيريا معينة. الكرايتيريا بتقول كرايتيريا جمع ولا مفرد؟ كرايتيريا المفرد جمعها كرايتيريا بالايه؟ اللي كرايتيريا فور، كرايتيريان فور سبيد سيلكشن ترافل between terminal. Terminal يعني النهايات. Terminal flows in less than 20 seconds 25 seconds 30 seconds. هدول وين يجوا؟ industry يعني من خبرة بالindustry 20 25 و30. قديش المعادلة حتى انتقل انا من اقل طابق لأعلى طابق؟ الزمن. أنا هون راح أفترض إنه أكيد rated speed attained لأنها طويلة هاي راح يكون عندي d total. d total بدها تساوي إذا كان هون عندي n في df هاي بأي حالة equal floor heights وإلا بتكون summation of df sub i من i بتساوي واحد إلى هي راح تكون على فكرة من 0 ل n minus 1 لأنه آخر طابق فوق بهمنيش ارتفاعه وبهمني أول طابق تحت اللي هو الجراوند فلور إذا كان سنجل انترنس. هاي المسافة اللي هي دي توتال الزمن راح يكون الزمن بده يكون أقل من أو يساوي 20 أو 25 أو 30 سميها تي توتال ويساوي دي توتال على في زائد في على A زائد A على J. مين المجهول هون؟ V لأنه دي معروفة من العمار مش هيك؟ و A و J احنا رح نحط لهم ايش اللي بحدد لي A و J؟ الموتور نفسه قبل المحرك مين اللي بحدد لي A؟ بقدر احط 5 متر بير سكند سكوير حسب ما هو هذا للناس معظمه للناس هون فايش لازم تكون A؟ عادة A بتكون بين 0.5 ل 1.5 متر بير سكند سكوير وجي نفس الشيء. إذا خلينا ناخذهم واحد وواحد فرح ناخذ جي واحد وA واحد V مجهولة V معروفة والرقم اللي هون معروف فناخذ هذا المثال ايش كان عندي؟ كان عندي 4.2 مش هيك؟ في قديش؟ في 12. ليش ضربنا في 12 ومش في 13؟ لانه اخر واحد انا ما بطلعوش. اذا صار عندي هلا دي توتال بحالتنا هاي بيساوي 4.2 بالعشرة 12 وتساوي 50.4 meters. هلا صارت عندي المعادلة اللي بدي احققها خلينا ناخذ 20 على اساس انه يكون يعني ستاندرد كويس. فعندي 20 بدها تساوي 50.4 على v زائد v على 1 زائد 1 على 1. شو بتطلعها مع هاي المعادلة؟ ايش هاي المعادلة؟ تربيع. تمام ما بدي اضرب بv حتى اكمل بدي اضرب في في فراح اضرب هون في في هاي راح تصير كونستنت هاي راح تصير تربيع في تربيع وهاي راح تصير في مش هيك؟ طيب نجيب ال 20 هون بصير عندي 0 بده يساوي هلا يمكن الرقم الثاني اللي بيطلع معي في بعرفش هلا تفسيره هلا بنشوف نحاول نفسره اظن بيطلع معي رقم سالب ورقم موجب حد يحاول يحلها على الاله الحاسبه راح تطلع هاي معي اذا ضربت في راح تصير هذه هون في سكوير زائد 20 راح تيجي هون راح تصير هاي 20 في راح تصير راح تيجي هون راح تصير ناقص 20 زائد 1 راح تصير ناقص 19 في وبضل عندي الكونستنت اللي هو 50.4 قديش في 1 2 15.8 اوكي هذا الرقم في انا ما عنديش تفسير منطقي لهذا الرقم اللي هون موجود ما فيش عندي فيزيكال سيجنيفيكانس واضح انه هذا راح هذا بيطلع موجب فراح ناخذ هذا مين اقرب رقم عندنا من السيريز متذكرين
3.15 بتطلع the nearest preferred number لأنه عندي 1 1.25 1.6 2 2.5 اللي بعده وزن 3.15 أنا كتبته 3 مرة الماضية بس هو 3.15 إذا أحسن سرعة نحل عليها أو نستعملها هي تقريبا 3.15 هذا بتعطيني good service. طب لو استعملت 25 و30 شو بصير الرقم السرعة أقل ولا أكثر؟ أقل تمام فبكون ريلاكس لل... بس عمالي بعطي اليوزرز ستاندرد أسوأ عم بقول له بدك تنتقل بين الأعلى نقطة وأقل نقطة ب 30 سكند في حين هدول أعطيتهم طبعا هذا مكلف إيش راح يزيد معي لما برفع السرعة إيش أول شيء راح يزيد معي المحرك راح يصير الباور تبعته أعلى بده يحمل نفس الحمولة بس على سرعة أعلى في 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 اف نعم أي الكثير الثلاثة لا لا العمارة زي هيك مش كتير لا ثلاثة هلا هو يمكن أنا لما رحت بعشرين كتير لو جربناها على 30 رح يطلع معي رقم أقل آه 3 متر بالثانية ثلاثة بس الريتن هاي صح هاي الريتن نعم آه بس هو لا مستكثرها مش كتير لا لكجري العمارة لكجري مرتبة لو روح على فندق مرتب وهذا رح تلاقي فيه ثلاثة قديش طلع معكم الشباب اللي راحوا قاسوا بالهاي الفندق 2 آه مش يعني نعم